تواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من ميدان الشحانية. على بركة الله تعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا 24، شوط ما قبل الختام الخاص للأبكار اللي جاية من مسافة 4 كيلومترات. تمنياتنا لجميع الأخوان المشاركين بالتوفيق والنجاح، كما نذكر للسادة متابعين قناة ريان بأن انطلاقات الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر هذا اليوم. 25 شوط رصدت لسن اللقاية، جوائز عينية رصدت للفائزين بالمراكز الأولى. إذا متابعينا الكرام نبدأ بالمركز الأول، نتابع الصدارة في هذه اللحظة. صدمة لحسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي، يحتل المركز الأول بينما المركز الثاني أتابع اللي غيرت في هذه اللحظات اللي تحمل رقم في هذه اللحظات اللي تحمل رقم 29. نتابع الهدى لسيف بن محمد بن سيف الجفال النعيمي، بينما المركز الثاني اللي غيرت في هذه اللحظات وانتقلت نقلة ممتازة إلى أول المراكز في هذه اللحظات حربة محمد بن راشد، أو شعار البرنس هنا ينطلق مع حربة من تحتل المركز الأول. المركز الثاني ناخذ المركز الثاني في هذه اللحظات وانطلاقة اللي تحمل رقم 36 جود فهد فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي على ثاني مراكز. المركز الثالث من الجانب الاخر اتابع انطلاقه في هذه الهده سيف بن محمد بن سيف الجفال النعيمي، بينما المركز الرابع رابع التحديات والانطلاقه اللي تحمل رقم 37 في هذا الشوط، هنا انطلاقة العاصفة لعبيد بن حمد بن عبد الهادي المري على رابع المراكز. المركز الخامس من الجانب الآخر أرى وأتابع المركز الخامس خندره من تحتل المركز الخامس لعبد الله بن سعيد الدهامي من يحتل المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وعودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة. أتابع شعار برنس المضمرين يقدم حربة محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري على الصدارة مع حربة من تنطلق في هذا الشوط وفي هذا التحدي أو لتحمل رقم 45. نعم هذه مثيرة، صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري، بينما المركز الثاني ثاني المراكز من الجانب الآخر. أتابع يا الزعبي قدوم في هذه اللحظات من جود لفيد بن محمد بن فيد الرزق العجمي على ثاني مراكز المركز الثالث. نتأخر قليلا لنتابع القدوم في هذه اللحظات من السرية لمبارك بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي قادم مع ثالث المراكز والمركز الرابع. يا سلام يا سلام، المركز الرابع رقمها محجوب عنا لحظات. نتعرف على المركز الرابع، المركز الخامس قدوم وانطلاقة من جلمودة لصالح بن قبلان اليامي يحتل المركز الخامس. يا سلام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة مع مثيرة في هذه الإثارة والتحدي هنا في ميدان التحدي. صالح بن محمد بن طالب بن عقيلة النابت المري مع مثيرة من تنطلق في مقدمة الشوط مع الكادر الأول عبر قناة الريان الناقلة لكم أحداث وانطلاقات أشواط هذا اليوم. المركز الثاني أتابع جلمودة لصالح بن قبلان اليامي مع المركز الثاني ينطلق مع هذا الاسم المميز جلمودة. المركز الثالث يا سلام، شعارات وأسماء قوية، الطايلة لمحمد بن هادف بن علي بن ديله الحسن المري يصل ويحتل المركز الثالث والمركز الرابع. يا سلام، قندره من تحت الأول في المركز الرابع وصل اللي تحمل رقم 21. يا سلام، أتابع الاسم القادم في هذه اللحظات. يا سلام،
قدوم من إرهابية لسعيد بن علي البريص المري قادم مع إرهابية على مستوى المركز الرابع، ولكن عود إلى الصدارة مع شعار برنس المضمرين ينطلق على الصدارة. يا سلام يا سلام، مثيرة مثيرة مع اللحظات الأخيرة تنطلق بهذا الأداء المميز بهذا التحدي الكبير. يا سلام، هذه مثيرة على الصدارة، مثيرة مع المركز الأول صالح بن محمد بن طالب بن عقيل المري بدون منافس بدون منازع على الإطلاق مع الميتين متر الأخيرة ينطلق هذا الشعار العنابي والنجمة البيضاء مع شعار برنس المضمرين مع الصدارة مع مثيرة، مثيرة مع المئة متر الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك مثيرة صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس. تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات طائلة لمحمد بن هادب بن علي بن ديل المري، المركز الثالث جات فيه مهمة لسالب بن حزمي بن قناص العامري، بينما المركز الرابع وصلت جلمودة لصالح بن قبلان اليامي، المركز الخامس العيد هي لسالب بن ناصر بن حفيظ المري. إذن متابعينا الكرام، هذه مثيرة من سببت الإثارة في ميدان التحدي بشعار برنس المضمرين صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري، والتوقيت الزمن 6:18 37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني جاءت فيه مشاهدينا الكرام، وصلت طائلة لمحمد بن هادف بن علي بن ديل المري، والتوقيت الزمني 6:23 73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث جاءت فيه مشاهدينا الكرام، مهمة لسليم بن حزمي بن قناص العامري. إذا المتابعي والتوقيت الزمني 6:23 9 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الف